سجلت العملة السورية هبوطاً غير مسبوق أمام الدولار، ما تسبب بارتفاع مفاجئ للأسعار في عموم المناطق في البلاد، الأمر الذي أثار استياء وغضب السوريين، حيث تجاوز سعر الدولار للمرة الأولى حاجز 600 ليرة سورية وسط اتهامات لحكومة النظام بالوقوف وراء الأمر من قبل محللين اقتصاديين. انهيار يتلوه انهيار لقيمة العملة السورية أمام العملات الأجنبية، ليقفز سعر الصرف إلى ما يقارب 650 ليرة مقابل الدولار الواحد في أقصى هبوط تسجله الليرة في تاريخ سوريا، ما أدى لجمود الحركة الاقتصادية وتوقف عمل الأسواق. بالنسبة لارتفاع الأسعار، ارتفاع سعر الدولار أثر يعني عطى نتيجة سلبية كثير على ايش؟ على العملة السورية. فنحن عندنا هلا هون لما صار الأسعار صار في جمود، ما بقى المواطن يشتري شيء، لا بالنسبة يعني عم بيشتري الأكل بصعوبة. بات الاقتصاد السوري بشكل كامل في مهب الريح، لتصبح رواتب الموظفين أقل من ثمن غرام واحد من الذهب، ما انعكس سلبا على حياة السوريين في مختلف مناطق البلاد. الحصول على الكماليات أو الرفاهية لم يعد جزءا من اهتمامات السوريين، بل غدت لقمة العيش أولى اهتماماتهم على مختلف مشاربهم. بالكيلو الخبز ب200 على الدولار، يا أخي كل شغلة على الدولار، حياتنا صارت كلها على الدولار، نحن شعب فقير ما عنا لا نمتلك دولار ولا نمتلك لحتى سوري، أقل ما ندور على لقمة العيش. أسباب كثيرة أدت إلى انهيار الاقتصاد السوري وفقدان الثقة بالعملة الوطنية، لعل منها توقف التصدير والسياحة، لكن الأهم هو استخدام نظام الأسد لاحتياطي النقد من العملات الأجنبية من أجل تمويل حربه المستمرة على الشعب السوري منذ ما يزيد عن 5 سنوات. وللوقوف أكثر على نتائج وأسباب انهيار العملة السورية، ينضم إلينا عبر سكاي من فرنسا الصحفي السوري سمير طويل المختص بالشأن الاقتصادي. مرحبا بك سيد سمير، ما تفسير انخفاض سعر الليرة أمام الدولار؟ ومن المسؤول عن هذا الانخفاض؟ مساء الخير لك والسادة المشاهدين. أنا أتفق معك بالسؤال أن النظام هو المسؤول عن موضوع انهيار الليرة السورية، والنظام هو المستفيد حقيقة من انهيار الليرة السورية، لأن المصرف المركزي هو اليوم بائع للدولار، كما أنه يسيطر على شركات الصرافة الموجودة بسوريا حاليا بمناطق سيطرته، حتى مناطق المعارضة أيضا تبدل شركات الصرافة، تقوم بتبديل الليرة السورية بالدولار عن طريق شركات صرافة لها علاقة بالنظام. فالنظام هو بشكل مباشر مسؤول عن انهيار الحاصل بالليرة السورية بسبب الحرب الحاصلة وآلة الدمار والقتل، وبسبب الانهيار الاقتصادي نتيجة هذه الحرب. طيب، هناك محللين عزوا هذا الافتعال الذي قام به النظام من أجل تمويل العجز، ما مدى دقة هذا التحليل؟ ليس صحيحا بدقة. النظام أولا دخل نادي المستوردين لكافة المنتجات وكافة السلع بما فيها السلع النفطية، فبالتالي هو بحاجة إلى الدولار. الصادرات تراجعت بنسبة 95% أو 90%، هذا الأمر يؤثر أيضا. طيب لماذا؟ لماذا قام بافتعال هذا الموضوع إذا؟ النظام يستفيد من ارتفاع الدولار لأنه هو بائع للدولار. النظام اليوم يبيع الدولار عبر تدخل المصرف المركزي وعبر سيطرته على شركات الصرافة. دعنا نعود إلى الوراء، النظام لعب نفس اللعبة بالثمانينات، أيضا الليرة انخفضت بذاك الوقت 10 أضعاف أو 11 ضعف كما يحصل اليوم. في النظام بمأزق، لكنه يحاول أن يستفيد من هذا المأزق بفرق الدولار، يعني عندما يشتري الدولار بسعر معين ثم يقوم ببيع الدولار بسعر آخر. طيب، ما هي الحلول والإجراءات المتوفرة أمام السوريين لمواجهة الهبوط المتواصل لليرة أمام الدولار؟ أولا عدم الاكتناز بالاحتفاظ بالليرة السورية إلى بمبالغ محددة. ثانيا البحث عن بدائل، كان هناك في حلب المحررة مشروع استبدال الليرة السورية بالليرة التركية، طبعا هذا المشروع لم يكتب له أن يبصر النور بالتحديد. على السوريين الاتجاه إلى الذهب، اتجاه إلى اقتناء الدولار أو اليورو، عدم الاحتفاظ بالليرة السورية إلا بما. طيب، التعامل اليومي يعني سيد سمير، يعني كيف سوف يستطيعون
أن يتعاملوا يوميا ومعيشيا. يعني الدولار صعب للغاية خاصة في مناطق التي تخضع لسيطرة النظام بالنسبة للسوريين المعارضين للنظام الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام أو حتى في مناطق سيطرة المعارضة، يعني التعامل سيكون صعب عليهم، البديل صعب جدا، فما هو الحل؟ السيناريو السوري مقارب جدا للسيناريو اللبناني. ما حصل باللبنان بالسبعينات والثمانينات القرن الماضي هو نفسه ما يحصل الآن في الليلة السورية. الآن العملة المستخدمة بلبنان بشكل رئيسي هي الدولار ومن ثم الليرة اللبنانية. انهيار الاقتصاد الذي حصل بتركيا لفترات طويلة يتم استخدام الدولار بديلا عن الليرة التركية لغاية حالة التعافي يعني. فهذا الحل الأنسب، وهذا السيناريو اللبناني هو السيناريو الأقرب للتطبيق. نعم، عبر سكايب من فرنسا الصحفي السوري سمير طويل المختص بالشأن الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.